شو عم بيصير بالدنيا يا اخوان؟ مش عاساس اليوم في مؤتمر وفي ديني عن وورزون موبايل واعلان رسمي ومدري شوي؟ وين الاعلان على البتة؟ في مليون سؤال يا اخوان عم تسألوهن انتو، واليوم اذا الله راد رح نجاوب عليهن. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، ورجوكم فيديو جديد عن وورزون موبايل. اذا المرة عم تشوفنا على يوتيوب لك حط لايك وسبسكرايب وبس، خير وعلى سوالفنا. ليتس جو بيبس. صار لها 10 ايام شركة اكتيفيجن بتحمسنا لمؤتمر جلوبال سميت وور زون موبايل، على اساس انه في شغلات حصرية ودني وفي طارد جايهن وور زون موبايل ومدري شوي وحدث اسطوري ومسميينه جلوبال سميت. طلع يا اخوان اسم جلوبال سميت كتير كبير على هيك مؤتمر، لازم يسموه كونتنت كرييتر سميت. طلع يا اخوان المؤتمر مش عبارة مثل ما كنا مفكرين مثل كودنكس. ترى يا اخوان المؤتمر عباره جمع يوتيوبريه، كل اليوتيوبريه اللي بينزلوا عن ايبكس، بينزلوا عن ببجي موبايل او ببجي نيو ستيت او حيلا. اكيد الاجانب العرب نحن ما خصناش، الحمد لله يعني العرب نحن ما خصناش، بس عزموا اخ واحد بس عنده العاب بي سي. المهم المؤتمر طلع عباره عن حركه تسويقيه جدا قويه، يعني بتجيب كل اليوتيوبريه بتجيبهم لعندك بتخليهم يلعبوا اللعبه، ما حداش قادر يلعب اللعبه غيرهم هن. طلع يا اخوان اللعبه مش بس كلوزد، مش بس قصه مش كلوزد بيتا، يعني شيء مغلق، يعني اللعبه بس بيلعبوها هود اليوتيوبريه مع بعضهم، بيصوروا جيمات بلاي. اكيد بتكون مجهزت لهم الشركه افكار لينزلوها حتى تجيب مشاهدات وحتى تعلي الحماس عند اللعيبه بهيدي الاثناء، مثل ما بتعرفوا هذا الشهر تقريبا ما حيكون في محتوى عن وور زون موبايل، فعم يجيبوا اليوتيوبريه اللي عندهم حتى يكون في محتوى وحتى يضل الحماس عند اللعيبه وحتى تضل اللعبه يعني بعدها متصدر الترند. مثل ما بتعرفوا دائما على تويتر عم نلاقي الجيمنج دائما يعني وور زون موبايل متصدر الترند. فيا اخوان هذا الحدث ما له زبادي ولا حيقرب ويأخر من لعبه، هذا بس فقط انه جمع يوتيوبريه ويخليهم ينزلوا عن وور زون موبايل فقط لا غير. طب نحن هلا يعني في عنا اسئله، امتى على اساس البتا بده يعلنوا عنا بهذا الشهر بنوفمبر هك وور زون موبايل؟ قالت لنا ما تخافوش يا اخوان هذا الاسبوع بس لا يجمعوا كونتنت هودي شو اسمه صناع المحتوى، وهو بعد اخر اسبوع بهذا الشهر رح يتم الاعلان عن البتا، ما تخافوش من هالموضوع 100% حيتم الاعلان عنه، لانه هني اصلا هني اللي قالوا انه بنوفمبر حنعلن عن اول نسخه تجريبيه. ما بعرف اذا حيعلنوا عن الاطلاق الرسمي، لانه انا كنت متوقع انه اليوم يتم الاعلان عن الاطلاق الرسمي، بس انصدمت يا اخوان بعصت مثل ما بيقولوا، كنت متحمس كتير للاسف راح الحماس على الفاضي، كان المؤتمر مش مثل ما انا كنا متوقعين. فيا اخوان يعني ما تزعلوش، اذا الله راد اخر اسبوع تقريبا اخر فينا نقول اخر 10 ايام من هذا الشهر رح يتم الاعلان عن كل الشغلات، وهيدي الشغله اللي عملوها بس هيدا جلوبال سميت عباره بس انه صناع المحتوى يصوروا جيمات بلاي وينزلوها بالاطلاق الرسمي. اكيد حيكون في تحسنات بالجرافيك حنشوفها، اكيد بعد اسبوع حينزلوا هول الفيديوهات اللي عم يصوروهم، فلنشوف. يعني مثل ما بتعرفوا ب 16 نوفمبر بعد 3 ايام رح تنزل وور زون 2، رح يتم الاطلاق الرسمي يعني للعبه، وحينزل معها طورة دي ام زي. فما بعرف هل حيكون في يعني بالتوازي مع وور زون 2 حيكون في شيء خاص بوور زون موبايل، ما بعرفش. كنت حابب اعمل بث مباشر بس لقيت ما بيستاهل اعمل بث مباشر على هيك شغلات، ما في شيء اصلا حتى اعمل لايف ستريم. فاذا الله راد بس يكون في شيء مهم رح احكي عنه. تاكد حط لايك وسبسكرايب ومفعل زر الجرس يا اخوان حتى يوصل لك كل الشغلات عن وور زون موبايل اول باول. فبس سلام.